خلاص الأهلي بيرفع درجة الاستعداد القصوى علشان مباراة أبو قير للأسماد المهمة يوم السبت إن شاء الله، لأنها مباراة كاس، ومباراة كاس يا غالب يا مغلوب مفيش مجال النهاردة أو فرصة تانية إن أنت تعوض. ويمكن برضو علشان كده بنقول إن المباراة ديت في غاية الأهمية، فإن شاء الله أكيد مباراة مهمة كل التوفيق لنادي يعني الأهلي. أكيد المباراة إن شاء الله بيستعد لها النادي الأهلي بشكل أكتر من رائع. عودة اللعيبة الدولية الحمد لله كلهم سلام، ما فيش أي إصابة، كنا قلقانين كلنا من الأسبوع اللي فات أوائل بعد طبعا مباراة المنتخب على أيمن أشرف، كنا قلقانين على ديانجا، قلقانين على علي معلول، الحمد لله كله تمام. الشكل المعنوي والشكل الفني بيتسم بالجدية في النادي الأهلي إن شاء الله استعدادا لمباراة مهمة جدا. إحنا دايما بنتكلم على الثلاثية، النادي الأهلي حقق بطولة الدوري عن جدارة، عندنا إن شاء الله يوم السبت خطوة إلى كاس مصر بإذن الله، برضو بطولة مهمة جدا، وطبعا كلنا منتظرين وكلنا بنستعد بشكل جدي جدا على مستوى احترافي لمباراة القمة، مباراة القمة التاريخية الأفريقية مع نادي الزمالك إن شاء الله يوم 27 الشهر ده. كمان مستر موسيماني كان طلب بشكل كبير جدا ان اللعيبه تركز في المباراه بتاعه يوم السبت بس، يعني دايما التشتيت انك بتفكر في ماتشين ورا بعض ممكن تخرج اللعيبه عن تركيزهم في مباراه مهمه زي مباراه الكاس، لكن زي ما قلت هم قافلين تماما ملف نادي الزمالك حاليا، بيستعدوا بشكل جدي لمباراه الكاس. وقال لهم طبعا موسيماني قال لهم ما تشتت نفسك، يعني خلي دايما ما توترش نفسك، تفكر في الزمالك وتفكر في النهائي وتبدا تعيش المباراه، ده جاي وقته امتى ان شاء الله نخلص من ملف في يوم السبت باذن الله ونفوز ونحط رجلينا كمان على الدور قبل النهائي لكاس مصر، بطوله مهمه جدا، بعد كده نفكر ونركز في المباراه ان شاء الله المهمه امام نادي الزمالك. وده عهد اللعيبه وعهد يعني الجهاز الفني، بنمشي خطوه خطوه. مباراه الزمالك مباراه في غايه الاهميه، لكن كمان عندنا عايزين نحقق ان شاء الله باذن الله الثلاثيه، دوري وكاس وكاس افريقيا باذن الله ان شاء الله. خلاص حققنا الدوري، فاضل الكاس باذنك يا رب، والبطوله الافريقيه طبعا الغايه في الاهميه زي ما كابتن هني كان بيتكلم دلوقتي.